أقام فان يانغ أحد أفضل الفنانين المعاصرين للرسم بالحبر الصيني معرضه بمناسبة العام الجديد في بكين. يشتهر فان بتطبيق أساليب الرسم الصينية التقليدية لتصوير المناظر الطبيعية والزهور والطيور والناس، وهو معروف أيضا على نطاق واسع بابتكاره في تسجيله الأحداث الجديدة في عصره. واقعي ومدهش، ولكن الانطباع يتغير عن لوحات الحبر الصينية بالطريقة التقليدية الصينية نوعا ما عندما يتعلق الأمر بأعمال فان يان كبيرة الحجم. من ناحية، نحن بحاجة إلى لوحة صينية تقليدية تتميز بالجسور الصغيرة والمياه المتدفقة. من ناحية أخرى، نحتاج أيضا إلى أعمال قوية تعكس روح العصر الحالي. يعد فان يان الآن من رواد الرسامين المعاصرين في الصين، وهو ماهر في رسم مجموعة متنوعة من الموضوعات باستخدام الحبر والفرشاة الصينية التقليدية. المعرض الفردي الأخير الذي أقيم في بكين يسلط الضوء على رسم الأشخاص، ما يعكس سعيه إلى الابتكار في الفنون التقليدية. يسعى العديد من الرسامين إلى الجمال، حيث رسموا لوحات كثيرة حول الفتيات في منطقة شينجيانغ وهن تقطفن العنب أو ترقصن. أما أنا فأرسم المشاهد في حياتنا، وهذه فلسفتي. بمعنى آخر، أفضل إزالة الأشياء المتعلقة بالتمثيل. بعد الانتهاء من الجولة في هذه القاعة التي تعرض فيها كل من اللوحات الجدارية الصينية التقليدية واللوحات الزيتية الغربية، حرص فان يانغ على أن يرين أعماله الجديدة تحت عنوان كأس العالم قطر. يجد فان صعوبة في إبداء موضوع الرياضة باستخدام مهارات الرسم الصينية التقليدية، ومن المطلوب أن يتمتع الفنان بقدرة تكوين جيدة بالإضافة إلى قدرة التحكم بسرعة في الحبر والفرشاة والدقة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022. تابع فان الأحداث كل يوم وسجل اللحظات المثيرة. في ذلك الوقت فاز تشي كوانبو بالبطولة بقفزة، ما أثار صدمة لدى الجماهير. وفي هذه اللوحة رسمت تشي كوانبو في السماء، وبدت السماء الليل خلفه تدور رأسا على عقب مع تحركه، ويذكرنا ليلة النجوم لفانجوخ. يمكن للخطوط في اللوحات الصينية التقليدية أن تعرض بشكل أفضل التفاصيل. بالنسبة للرسامين من جيلنا يواجهون المهمة الكثيرة للابتكار، هناك الأشياء الجديدة والعصر الجديد والناس الجدد، وتختلف أساليب الارتداء والعيش والتصرف، ويجب الابتكار في طرق للمضي قدما إلى الأمام.